اليوم رح نبدأ نجمع بين التقاليد والابتكار، بأننا نرجع لأصل الحكاية، للماضي، نشوف كل اللي حيط بنا ونستوعب كل ذا التاريخ الغني. المهمة هي تقديم رمز رمضاني تقليدي بأسلوب جديد. افهم تاريخ ذا الرمز عشان توسع مخيلتك وتبدع. ادرسه وافهم أهميته ومكانته في ثقافتنا. اعتز بأصالته، لكن خلي أفكارك التقدمية هي اللي تقودك. بعد الاستلهام من قرون من المعرفة، صار وقت نتعرف على الرموز اللي تقدمت بأسلوب جديد. حافظنا على جوهر البخور التقليدي وسجادة الصلاة بعدها بالأهمية العميقة والمعنى الأصيل ذاته، والفانوس ظل وفي لأصوله. كلها أفكار فريدة من نوعها، لكنها مرتبطة بأصولها في تناغم تام بين الأصالة والابتكار، لأن خلف كل إبداع متجدد أصالة. عيد مبارك.